لتفاصيل أوفى ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا في ريف إدلب إبراهيم سويد. إبراهيم، هل هناك أي معلومات جديدة حول الرصاص الذي أطلق؟ نعم، بداية الأمر يعني دعيني أوضح لنقطة مهمة جدا. يعني الحادثة التي حصلت اليوم هي بالقرب من معبر أطمة الفاصل بين مناطق ريف حلب الشمالي ومناطق طبعا ريف إدلب الشمالي. طبعا في هو معبر آخر طبعا للمازوت، وهي طبعا لشركة وتد التي تسيطر هنا على المحروقات في إدلب. طبعا هنا من معروف أن الأهالي يعني بسبب ضيق الحال وبسبب يعني الفروقات في أسعار المحروقات ما بين مناطق إدلب وما بين مناطق حلب، كانت أحد النساء وهي أرملة لثلاثة أطفال أيتام كانوا يحاول يعني نقل المازوت من منطقة حلب إلى مناطق إدلب لتحصيل يعني عدة ليرات بين كل لتر ويعني بين فروقات اللتر في منطقة حلب ومنطقة إدلب، فتم إطلاق النار عليها بشكل مباشر ما أدت إلى إصابة في العين وخرجت من الطرف الآخر من الرأس، وهي وضعها حتى الآن بشكل حرج ودخلت إلى الأراضي التركية بحسب مصادر طبية. في بداية الأمر كانت هذه هي الواقعة، لكن بعدها بدقائق تطورت هذه الاحتجاجات واحتج أهالي المخيمات القريبين من هذا المعبر وتوجهوا باتجاه يعني ليس المعبر الرئيسي، أتحدث عن معبر وتد بالقرب من معبر دير بلوط وهو على بعد تقريبا حوالي 300 متر من هذا المعبر، فتصدت لهم عناصر من أمنية هيئة تحرير الشام وقاموا بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى أيضا سقوط ثلاث جرحى في صفوف المدنيين والمحتجين الذين حاولوا طبعا الهجوم على هذه النقاط. طبعا بحسب أحد الصوتيات التي انتشرت لأحد العناصر من هيئة تحرير الشام هو مسؤول الحواجز طبعا في منطقة أطمة، تحدث أن الإشكالية ليست هي على المعبر الرئيسي ما بين منطقة يعني أطمة وبين منطقة دير بلوط في ريف حلب الشمالي، إنما هي على أحد يعني كما سماها وهي حرس الحدود، يتحدث يعني عن حدود ما بين منطقة إدلب وبين مناطق حلب، يعني وهو حرس الحدود التابع لهيئة تحرير الشام، هو من طبعا حدثت بينه الإشكالية وبين أحد يعني الأهالي، وحدثت بعدها أن الأهالي بدأوا برمي الأحجار على تلك النقطة. حتى الآن يعني الروايات تعددت يعني حقيقة يارا، لكن هناك امرأة بين الحياة والموت وهي متواجدة الآن في داخل الأراضي التركية، وهي أرملة لثلاثة أطفال، يعني هي تحاول الحصول على المعيشة هنا في هذه المنطقة، فتم إطلاق النار عليها. حتى الآن المصادر العسكرية في هيئة تحرير الشام تؤكد أنها ستحاسب من قام بإطلاق النار على هذه الإمرأة، وهذه يعني حلت المشكلة الاجتماعي. يعني نتمنى السلامة بالتأكيد للأرملة التي تم إطلاق النار عليها، ولكن هل حلت المشكلة التي كانت والاحتجاجات التي كانت، أم أن الأمور ما زالت متوترة؟ يرى الأمور متوترة حتى هذه اللحظة، وهناك تجمع وتجمهر من الأهالي. هيئة تحرير الشام دخلت إلى مخيم سفوهن وأحد المخيمات القريبة أيضا من أطمة وقامت باعتقال خمسة أشخاص نتيجة هذه المشاجرات التي حدثت في تلك المنطقة، ومن بينهم أحد الإعلاميين يدعى محمد الإسماعيل وهو منطقة معارة حرمة، وبعض مصادر تحدثت أنه يعمل في فرق الدفاع المدني. حقيقة حتى الآن المعلومات متضاربة في تلك المنطقة، هناك طوق أمني منتشر من هيئة تحرير الشام على طول تلك المنطقة من معبر طير بلوط حتى منطقة طبعا أطمة هنا، وهناك تجمع كبير لأمنيين من هيئة تحرير الشام ومن العناصر، ويمنعون دخول أي شخص في تلك المنطقة أو حتى أي تواجد صحفي في منطقة دير بلوط. وبالتالي المشكلة اليوم هي تتعلق بأن مدنيين يحاولون يعني كسب لقمة عيشهم عبر جلب المازوت من منطقة حلب إلى منطقة إدلب. ونتمنى للجميع السلامة، ولك أنت أيضا مراسل تلفزيون سوريا في ريف إدلب إبراهيم سويد.